ليش لو تشيكس اني ماشي متابع؟ بالنسبه للموضوع ديال لادميسيون ديال لي ستوديون دو لا فارماسي اي دو ميديسين ديال لوكرين اللي هما دي ماروكان، صراحه حنايا اوني با كونتر باسكو زعما هذه عنصريه من حنايا، لانهم دو فات كو راهم يعني ديجا ان طون با اي تي ادمي او نيفو دو ماروك، مشاو لوكرين عندهم ان نيفو با، هذه ابار لان كاين منهم اللي هما كومبيتون بيان سور وعندهم دي بون نوت، غير فقط يعني لي كونديسيون دادميسيون ما وافقاتهمش ولا بغاو يمشوا على برا وصافي. دونك حنايا كونتر انا لو فات حنا انا لي باس لي بلاص عندنا في لي ستاج اي او نيفو ديال لي بوست ديالنا ملي غنساليو الفورماسيون اي سون ليميتي، دونك هنا زيد ديجا هما اي سون اون غراند كونتيتي، دونك الا جاو زادو معانا يعني غنلقاو حنايا ان بروبليم او نيفو دي ستاج باغ اكزومبل، او ليو دو فير ان ستاج دون اون سيمين tu vas stager au lieu au bout de deux jours par exemple et donc la durée du stage elle est limitée. De plus les postes après donc on aura beaucoup de postes hadchi lahik an l'encombrement les radicaux au niveau de l'amphi et au niveau des TP etc. donc il y a plusieurs choses lahik an dak le موضوع ديال les notes dak chi haza ni je dis que il y a des personnes qui sont compétentes et donc ما غاديش نهضروا على اننا كنعرضوا من ناحيه لو نيفو با ديالهم ولا شي حاجه فوالا. جو بونس ان السؤال اللي خصنا نسولو اليوم هو علاش الطلبه اللي في الكليات العموميه ديال كليات الطب والصيدله وطب الاسنان في المغرب تيقولوا على انهم ضد وعلاش انهم خارجين بهذه الطريقه هذه اللي وصلت بها الانفورماسيون. السؤال اللي خصنا نسولو راسنا هو علاش الناس خصهم يعرفوا ان في كليات الطب المغرب كاين واحد المشكل اللي كبير وماشي ماشي عند الواليد اليوم، هو الاكتظاظ في الكليات سواء او نيفو ديال الدروس التطبيقيه والنظريه اللي تدوز في الكليه، ما كاينش لي زونفي ما كاينش اساتذه، اولا بالنسبه للمستشفيات العموميه اللي فيها واحد الاكتظاظ في لي سيرفيس تلقاو ان الطلبه توصلوا 40 45 واحد حتى 60 في واحد لي سيرفيس، فكيفاش الطالب هذا يقدر يتفورما ويقدر يتكون باش يكون طالب وطبيب مستقبلي في في في, في اللي غنقدروا حنا نعولوا عليه. دونك فين غنقدروا نزيدوا هاد 4000 واحد؟ السؤال هو فين غنزيدوا هاد 4000 واحد؟ كيفاش غنزيدوها؟ الا كان اليوم متوجه للدوله عندها نيه انها تلقى حل للطلبه المغاربه اللي عايدين من اوكرانيا، حنا ماشي ضدهم بالعكس، حتى هما خوتنا وحتى هما في الاخر غيتكونوا اطباء وصيادله واطباء اسنان، خصها غير تعطينا واحد استراتيجيه اللي تكون عندها واحد لا فيزيو اللي غتخلي ان طلبه الكليه العموميه في المغرب ما يتضروش وما يتضروش طلبه اللي عايدين من اوكرانيا، دو فاسون انها دير خطوات باش ايفالويهم باش نعرفوا لو نيفو ديالهم فين غيقدروا يدخلوا، وبنفس بنفس بنفس التوجه تدير واحد التوجه للانفراستركتور، حيت لي زونفي ولي زوبيتو في سيرفيس راه ما قادرينش يزيدوا هذا، الطالب المغربي هو بحد ذاته ما تيلقاش فين يتفورما ولا فورماسيون ديالو الي اسي ليزي وبيزي، ففين نقدروا نزيدوا هاد الطلبه هذا؟ هو الرفض ديال الطلبه الاوكرانيين في الاول ما جاش على ود انه رفض زعما حيتاش باش ما يمشوش يقراو معانا، هو الرفض اول حاجه لان على حسب بعض المبادئ اللي كاينه في الدستور وفي المغرب ديال تكافؤ الفرص بعدا، فان هم اولا ما الغالبيه ديالهم ما نجحوش في الكونكور الاولاني باش يدوزوا معنا في لافاك، يعني الا كان اللي كان غيتانتغراو معنا دونك بان علاش ما يتانتغراش معنا شي واحد اخرين اللي خارجين اللي تاهما ما تقبلوش في الكونكور، مابقاش هما غير لو في ديال انهم مشاو قراو ميديسين في اوكرانيا ما تخول لهمش الحق انهم يجيو يخرقوا القانون ديال داك الكونكور وداكشي. ثاني حاجه بالنسبه مثلا المعدات وداكشي ما يمكنش انهم يجيو هنايا المغرب لان بكل بساطه حنايا اصلا ما كافيناش المعدات وداكشي. المهم كنت سمعت واحد الهضره زعما علاش ما احتجتوش على المعدات نتوما الاولين وداكشي، الاحتجاج راه كاين من 2017 وماشي عاد بسبب الهضره ديالهم وداك الهضره باش دخلوا، دونك حتى بعدا يسالوا معنا حنايا عاد يشوفوا البلان ديالهم هما. حنايا مع الطلبه الاوكرانيين في المشاكل ديالهم في القضيه ديالهم، وكنتمناو يلقاو الحل للمشاكل اللي عندهم دابا وترجع الامور الى نصابها ويرجعوا الكليات ديالهم في اوكرانيا. بالنسبه للحل انهم يدخلوا معنا في الكليه ديالنا، كنظن حنايا كطلبه كنعيشوا اصلا مشاكل الاكتظاظ في لي ستاج ديالنا، وبعض المرات كنديروا لي ستاج ماشي يوميا بحال شحال هادي بسبب الاكتظاظ اللي كتعيشوا كل الكليه ديالنا حاليا، فكنظن ان الا تزادوا علينا تلاميذ اخرين كنظن نلقاو مشاكل اكثر.